عشية عقد مؤتمر في طوكيو حول أفغانستان يحضره ممولون دوليون، قالت واشنطن إنها تعتبر أفغانستان حليفا أساسيا غير عضو في الحلف الأطلسي، ما يمنح امتيازات خاصة لذلك البلد الذي سيغادره القسم الأكبر من قوات التحالف التابعة للحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة أواخر عام 2014. الشراكة الجديدة أعلنتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارة مفاجئة لكابول أجرت خلالها مباحثات مع الرئيس حميد كرزاي قبل توجههما إلى اليابان لحضور مؤتمر طوكيو. يسعدنا أن أعلن اليوم أن الرئيس أوباما منح أفغانستان رسمياً وضع حليف رئيسي للولايات المتحدة غير عضو في الناتو. نعتبر هذا رمزاً قوياً لالتزامنا تجاه مستقبل أفغانستان. أتطلع أن أدشن في وقت لاحق من هذا العام مع وزير الخارجية رسول أعمال اللجنة الأمريكية الأفغانية المشتركة الجديدة لتعزيز تعاوننا. كما أكدت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن لن تتخلى عن أفغانستان، وأشارت إلى أن القوات الأفغانية ستعزز قدراتها كي تقوم بمسؤولياتها الأمنية على أكمل وجه، وقالت إن بلادها تعمل مع حكومة كابول لمكافحة الفساد في أفغانستان. رسالتنا اليوم بسيطة جدا، وهي أن العملية الانتقالية تجري وفقا لما هو مخطط له، وأفغانستان تتولى أمورها بنفسها. بالطبع هي تحتاج إلى دعم، ونحن نتعهد بمساعدتكم وأن نعمل معكم من أجل الحصول على دعم دولي، كما أنني أتطلع بشغف إلى مؤتمر طوكيو حول أفغانستان. لكن أرجو أن تعرفوا أن الولايات المتحدة ستكون صديقة وشريكة، ونحن حتى لا نتصور التخلي عن أفغانستان، بل على العكس نحن نبني شراكة مع أفغانستان تستمر زمنا طويلا. وكان الرئيس باراك أوباما وكرزاي وقعا الاتفاق الاستراتيجي أثناء زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي إلى كابول مطلع شهر أيار مايو الماضي. ويسمح وضع الحليف الاستراتيجي غير العضو في الحلف الأطلسي للدول المعنية بأن تحظى بتعاون عسكري مع الولايات المتحدة، خصوصا في مجال التنمية وشراء الأسلحة. الاتفاق لا ينص على إقامة قواعد عسكرية دائمة في أفغانستان، لكنه يلزم كابول بالسماح بدخول قوات أمريكية حتى 2014 وبعد ذلك، وإمكانية أن تبقى قوات أمريكية في البلاد بعد ذلك التاريخ لتدريب القوات الأفغانية واستهداف عناصر القاعدة المتبقية. لكن هذه الشراكة لا تلزم الولايات المتحدة بعدد جنود أو مستوى تمويل في المستقبل. سعد الدوسري، BBC.